القديمة ديال مراكش. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء الرياضي يحدد خصمه وموعد مباراته الودية. وقرر الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي بقيادة المدرب الألماني جوزيف زامباور استغلال فترة التوقف الدولي من أجل برمجة مباراة ودية مع أحد أندية البطولة، وتوصل فريق الرجاء اتفاق رسمي مع فريق أولمبيك أسفي لخوض مباراة ودية يوم السبت القادم بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الجديدة للحفاظ على تنافسية اللاعبين ومنح دقائق لعب أكثر لبعض العناصر وإصلاح الأخطاء التكتيكية والتقنية. هذا واستأنف الفريق الأخضر تدريبه أمس الأربعاء بمدينة المحمدية بعد ما منح زامباور للاعبية 3 أيام راحة عقب تعادلهم أمام مستضيفهم الشباب الرياضي السالمي يوم السبت الماضي بملعب بشير بمحمدية. ورجعت الانتقادات ولاحقات المدرب الألماني زامباور بعد تعادل مخيب الأمال برسم جولة 9، وهو الأمر اللي غيدفع زامباور مرة أخرى لمراجعة أوراقه وتحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة. زامباور يتلقى خبرا سارا من لاعبين رجويين بارزين، وفي تفاصيل الخبر كيسارع الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي لاستعداد احد ابرز نجومه استعداد للاستحقاقات المقبله، وكيتعلق الامر بنوفل الزروني والمهدي موهوب اللي بداوا بخوض تدريب خاصه من اجل استعاده عافيتهم خلال فتره التوقف الدولي والمشاركه رفقه النصر الخضر مجددا. وفي خبر مفرح لزامباور فكيخوض الزروني وموهوب تدريب وفق برنامج خاص قبل العوده للتدريب الجماعيه ورفقه الرجاء بدايه الاسبوع المقبل. كتجدر الاشاره لأن نوفل الزرهوني كان غاب على المباراتين الأخيرتين للفريق الأخضر أمام الفتح الرباطي وشباب السوالم، علما أنه كيتعتبر واحد من أبرز لاعبي الفريق في الخط الأمامي، فيما كان آخر لقاء للمهدي موهوب ضد المغرب الفاسي برسم الجولة 3. لاعب باريس يغيب عن تدريب فريق الرجاء لهذا السبب، وكيغيب لاعب باريس على تدريب فريق الرجاء الرياضي استعدادا للجولة 10 من منافسات البطولة، وكيتعلق الأمر باللاعب يسري بوزوق بسبب عقد قرانه. بوزوق سافر للجزائر قبل أيام وبالضبط لمدينة قسطنطينة لعقد قرانه في حفل بهيج حضروا مجموعة من النجوم، ونشر اللاعب صور المقاطع البهجة والسرور اللي ميزات عقد قرانه مقابل تسجيل غياب زملائه في فريق الرجاء. واستغل اللاعب بوزوق فترة التوقف الدولي وعدم التزامه بأي مباراة دولية أو محلية للسفر للجزائر وعقد حفل زواجه وتلقى تبريكات من جماهير الفريق الأخضر بعد الصور المنتشرة لحفل زفافه من منصات التواصل الاجتماعي. يشال أن فريق الرجاء الرياضي كان تعاقد مع بوزوق قبل سنة ونصف قديما بارادو الجزائري، علم أن عقده غينتهي موسم 2025. هذا هو اللاعب الجديد الذي ظهر في تدريب الرجاء. وفي تفاصيل الخبر نشر الفريق الأخضر صور التدريب اللي جرى بالأمس على الصفحة الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن بين الصور كانت صورة لأحد اللاعبين الجدد اللي ما تعرفاتش عليه غالبية الجماهير وتسألت على الاسم ديالو في التعاليق. اللاعب اللي في الصورة أمامكم هو الجناح الهجومي أنوار العلام صاحب 18 سنة، انتدبوا فريق الرجاء الرياضي في الموسم الماضي من فريق الجيش الملكي. اللاعب أنوار كيتقن عدة أدوار في الهجوم ويمكن يلعب حتى صانع ألعاب، الكل كيتنبأ ليه بمستقبل زاهر بعد ما تابعوا أداؤه مع فريق الأمل هذا الموسم. والمنادة عليه من طرف زامباور الالتحاق بالفريق الأول هو أكبر دليل على موهبته الكبيرة. نتمنوا اللاعب أنوار العلام يخلي رجليه في الأرض كيف كيقولوا ويواصل الاجتهاد لضمان رسميته بالفريق الأول. اللجنة التأديبية للرجاء تؤخر محاسبة أولو، وأخرت اللجنة التأديبية داخل فريق الرجاء الرياضي مجالسة طوغولي روجا أولو إلى حين عودة الأخير من المشاركة رفقة منتخب بلاده. وأجلوا أعضاء اللجنة التأديبية بفريق الرجاء مناقشة تصرف أولو مع الجماهير الرجاوية بعد مباراته أمام شباب السوالم لحين التحقه بتدريب النسور، وكيلتزم أولو حاليا بالمشاركة رفقة منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلين لنهائيات كأس العالم 2026. وكان أولو كيف سبق وشرنا دخل إلى جانب أنس زنيتي في مشادات كلامية ببعض الجماهير الرجاوية اللي انتقدت مستوى الفريق عقب التعادل السلبي أمام شباب السوالم، الأمر اللي دفع جمهور الرجاء لمطالبة مكتب بودريقة بمحاسبة اللاعبين معا بسبب تصرفهم الغير احترافي. عمرو وردة المشاكل النفسية سبب فسخ عقدي مع الرجاء،
وكشف عمر وردة لاعب فريق الرجاء الرياضي السابق أن مشاكل نفسية رغمته إلى إنهاء تعاقده مع الفريق الأخضر. وقال وردة في تصريح لأحد الإذاعات المصرية: البعض كيحاول إنهاء مسيرتي الكروية مبكرا، أنا تعرضت لمتاعب نفسية بعد الأحداث اللي تعرضت لها مؤخرا. وهو ما كيفسر رحيلي إلى فريق الرجاء وفشل انتقالي لأكثر من فريق. وضاف: كانت أخبار كتقول أنني تعاقد مع فريق في إيران، وقالوا أنني وقعت مع نادي قبرصي وهذا ما حدث. وواصل وردة: كل ما حدث هو أنني وقعت مع فريق الرجاء، وفي اليوم التالي دخلت للمستشفى وبقيت لمدة 15 يوم وكنت عالج نفسيا، لذلك انهيت التعاقد ديالي معهم بكل ود واحترام، ثم رجعت لمصر مباشرة. وأتم عمر وردة باكيا وقال: كنحلم بالعودة لمنتخب مصر مرة ثانية، فقط بغيت اللي يوقف بجانبي، انا ماشي مرتاح نفسيا بسبب ما كنشوفه في بلادي، رغم انني من المفترض انني نكون متواجد في امان، كنتمنى الاستمرار في كرة القدم ولكني حاليا غير قادر، التعب النفسي سيء وانا حاليا عمري 30 سنة. العصبة تحدد موعد استئناف الدوري الاحترافي في جولته العاشرة. وفي خبر كيهم فريق الرجاء الرياضي، كشف مصدر مسؤول أن العصبة الاحترافية حددت موعد استئناف الدوري الاحترافي في جولته العاشرة، واختارت العصبة يوم 22 نوفمبر الجاري كموعد لاستئناف المنافسة بالبطولة، وتوزع العصبة مباريات الدوري خلال الجولة المقبلة على مدى 3 أيام، في حين تسجل الستارة عليه يوم الجمعة. وكتفكر العصبة الاحترافية في برمجة الجولة 11 من الدوري الاحترافي يوم الأحد 26 من نفس الشهر لتدارك التأخير المفروض بسبب تواريخ الفيفا. يشار أن فريق الرجاء غيستقبل في الجولة العاشرة فريق شباب محمدية إما بملعب الأبجيكو أو الملعب البلدي ببرشيد. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. We'll be right back.